بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو منشور على صفحات الإخوان حول تجمعات بالإسكندرية. وعاجل مصر تغلق مسجد الإمام الحسين ننشر التفاصيل. وضربة كبرى من أجهزة الرقابة التجارية بمديرية التموين. وبيان عاجل لكل المصريين بننشر التفاصيل. ومفاجأة جديدة تحدث عند سد النهضة ننشر أيضا التفاصيل في الفيديو. وحرية فرغلي تثير الجدل بتصريحات عن العالم الآخر ننشر التفاصيل. وهام وعاجل عن المدارس المصرية اليابانية تعرف على كيفية التقديم والمصروفات الدراسية. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أول بأول. عاوزين نوصل ل2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل لأكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. وبيان عاجل الآن من الداخلية بشأن فيديو منشور على صفحات الإخوان حول تجمعات بالإسكندرية. نفى مصدر أمني مصري صحة ما تم نشره بمقطع فيديو على بعض الصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان المسلمين بالخارج حول تجمعات من المحتجين بمحافظة الإسكندرية. أكد المصدر أن الفيديو سبق نشره خلال شهر مارس 2019، وأن ذلك يأتي في إطار سعي جماعة الإخوان المحظورة في مصر لتأليب الرأي العام. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. خبر آخر معانا في منتهى الأهمية، وضربة كبرى من أجهزة الرقابة التجارية بمديرية التموين وبيان عاجل لكل المصريين. وتمكنت أجهزة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالقاهرة من ضبط 60 طن من السلع التموينية الأساسية أعدت لبيعها بالسوق السوداء. وأوضح محافظ القاهرة خالد عبد العال أن السلع التموينية المضبوطة تشمل الزيوت والسمن والفول، وكان يتم تجميعها بمخزن في المرج لاستغلال الظروف العالمية الحالية وقرب حلول شهر رمضان، وبيعها بالسوق السوداء بأسعار باهظة بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطنين. وأشار إلى أنه تم تحليل المحاضر القانونية اللازمة وتحفظت النيابة العامة على المخزن والمضبوطات. وأكد أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مشددا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يحاول الإتجار في السلع المدعمة حتى يصل الدعم لمستحقيه. المصدر معانا كان من القاهرة 24، وزي ما حضراتكم عارفين ان للأسف في الوقت الحالي بعض التجار يعني بيحاولوا يستغلوا ما يحدث في العالم ويرفعوا الأسعار على المواطنين، فيجب على الحكومة انها يعني تجيب من الآخر في موضوع التجار، لأن للأسف الوقت الحالي لا يسمح لما يقوم به التجار. وفي أي وقت يعني ما ينفعش التاجر يستغل اي وضع ايا كان ايه هو ويخزن السلع في المخازن ويبدأ يبيعها باسعار باهظة على المواطنين ويتربح من هذا المال. طبعا ده مخالف للقانون ومخالف لشرع الله، ويعني حضرتك كده هتتحاسب امام الله حساب قوي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. مصر تغلق مسجد الإمام الحسين. وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية إغلاق مسجد الإمام الحسين، أحد أكبر مساجد العاصمة القاهرة، اعتبارا من أمس السبت وحتى نهاية شهر رمضان. قال مصدر مسؤول بالوزارة إن القرار جاء نظرا لأعمال الترميم والصيانة اللازمة التي يتم إجراءها خلال هذه الفترة داخل المسجد. ويقع مسجد الإمام الحسين في القاهرة القديمة في حي الجمالية، وفي هذه المنطقة أيضا يوجد المسجد الأزهر وبجواره خان الخليلي الشهير، وهو أحد المزارات الدينية الشهيرة في القاهرة، ويتوافد عليه المئات يوميا للصلاة والزيارة. وفي وقت سابق بدأت الهيئة الهندسية في مصر في تنفيذ أعمال تطوير واجهات المباني بمنطقة الحسين ضمن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية
المكلف بها صندوق التنمية الحضرية. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، ووجه أيضا بتطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع. المصدر معنا كان من القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إذن بكل بساطة وبدون يعني لغة عربية فصحى، مصر هتقوم بإغلاق مسجد الإمام الحسين من امبارح لحد آخر شهر رمضان. هتقول لي ليه؟ هقول لحضرتك عشان بيحصل فيه يعني نوع من أنواع الإصلاحات والترميم، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. بننتقل مع بعض الخبر آخر، وبخصوص سد النهضة، مفاجأة جديدة عند هذا السد. وأشار الخبير الجيولوجي المصري عباس شراقي إلى نشر أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من موقع سد النهضة لفتح بوابتي التصريف العلويتين، وقال تظهر الصور فتح بوابتي التصريف عند مستوى 560 مترا، الأمر الذي لم يظهر في صور الأقمار الصناعية ليوم الخميس الماضي. وإذا صحت هذه الأنباء فإن التوربين الذي تم تشغيله لم يستطع إمرار المياه التي تعبر أعلى الممر الأوسط رغم مرور 3 أسابيع على الاحتفال بتشغيله. لو كان يعمل بطاقته لاستطاع أن يجفف الممر خلال 2 يوم. وأضاف كان الأمل لدى الإثيوبيين في تشغيل التوربين الثاني لكي يعملا معا على تجفيف الممر الأوسط، إلا أن فتح بوابتي التصريف يشير إلى عدم إمكانية تشغيله ربما خلال الأشهر القادمة أيضا. وأشار إلى أن فتح البوابتين سوف يجفف الممر الأوسط خلال 2، وسوف يتأكد ذلك خلال صور الأقمار الصناعية الثلاثاء المقبل. متوسط كمية المياه التي تمر أعلى السد حاليا حوالي 30 مليون متر مكعب يوميا، والبوابتين تستطيعان إمرار تلك الكمية بالكامل في يوم واحد. إثيوبيا لم تفتحهما من قبل لأنها كانت تأمل في أن تستفيد بهذه المياه من توليد الكهرباء، وحيث أنه لم يتم كما كانت تتمنى إثيوبيا فاضطرت إلى فتحهما. وتابع أن فتح البوابتين هو أول خطوات التخزين الثالث بعد أن عجزت التوربينات عن عمل ذلك. كمية التخزين الثالث تتوقف على مدى رفع جانبي السد وليس الممر الأوسط فقط، والذي ينخفض حاليا بمقدار 14 متر عن الجانبين، ويجب أن لا يقل عن ذلك حتى يستطيع إمرار كامل الفيضان في أغسطس المقبل. متوسط 600 مليون متر مكعب يوميا، وإلا سوف يدمر الفيضان محطتي الكهرباء خلف جانبي السد. باقي على بدء الفيضان 3.5 أشهر، كل متر يتم رفعه بطول حوالي 1000 متر، سوف يخزن 0.5 مليار متر مكعب، والتعلية عند المستوى الحالي على الجانبين يصاحبها أعمال فنية خاصة بالتوربينات العلوية، مما يجعلها تحتاج إلى وقت مضاعف. وقال شراقي إلى أي مدى تستطيع إثيوبيا رفع السد بطول 1000 متر وعرض 60 متر خلال 4 أشهر القادمة. المتر الواحد عبارة عن 60,000 متر مكعب خرسانة، ويتوقع أن يكون عدة أمتار فقط بتخزين محدود حوالي 2 مليار متر مكعب. ولكن سياسة تخزين مليار مثل 10، لأنه يعد تصرف أحادي جديد مرفوض للمرة الرابعة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا هذه الأفعال الإثيوبية مرفوضة لأنها أفعال أحادية دون الرجوع إلى دول المصب، ودون اتفاق قانوني ملزم يلزم الدول الثلاثة على كيفية تشغيل أو كيفية إدارة هذا السد. طبعا ما تفعله إثيوبيا الآن غير قانوني، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ومصر يعني لن تتهاون في نقطة مياه واحدة، وهذا الأمر يعني ما فيهوش أي كلام. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. بننتقل مع بعض الخبر آخر، وحرية فرغلي تثير الجدل بتصريحات عن العالم الآخر. وأثرت تصريحات الفنانة المصرية حرية فرغلي خلال حوارها في برنامج حبر سري الذي يعرض على قناة القاهرة والناس جدلا حول إيمانها بالسحر. واعترفت الفنانة حرية في فقرة قارئة الطاروت ضمن برنامج حبر سري بأن منزلها مسكون، حيث قالت: أعلم أن هناك عالم آخر ويعيش معي في المنزل فتى وفتاة صغيرة، أراهم بشكل دائم ويقومون بتسليتي دائما،
إنهم لطيفين جدا ولا يقومون بإيذائي. وأضافت حرية في حوارها مع قارئة التاروت ضمن البرنامج أنها تسمع في بعض الأحيان أصوات غريبة في المنزل، وكأنه شخص يتنفس بصوت عالي. ورغم التأقلم مع الوضع، إلا أنها تعلم بأن هذا السحر أو التسليط كما وصفته القارئة يقف عائقا أمام كل شيء في حياتها. وكانت قد تحدثت فرغلي في الحوار عن إيمانها بالسحر وتعرضها له بعد مسلسل ساحرة الجنوب، حيث قالت إنها كانت تشعر بالتعب طوال الوقت، وعانت من نقص الوزن وفقدان الشهية وعدم القدرة على النوم. وأضافت فرغلي: اكتشفت العمل عندما كنت أخرج ورأيت شيء غريب في الزرع، كنت بشوفها لقيت حاجة مثلثة كده ومربوطة بسوليتيب، لقيت صاحبتي قالت لي إنه عمل. وتابعت حرية كان مكتوب عليه: حرية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويقف جوازها وخلفتها ورزقها. لفت إلى أنها شعرت بالتحسن بعد فترة من قراءة القرآن. المصدر معانا كان من قناة القاهرة والناس. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وهام وعاجل عن المدارس المصرية اليابانية، تعرف على كيفية التقديم والمصروفات الدراسية. وأعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كيفية التقديم للمدارس للعام الدراسي 2022-2023، وأكدت أنه سيتم الإعلان عن بدء التقديم للطلاب خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك عبر الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم. يذكر أن المدارس المصرية اليابانية هي مدارس حكومية بالإشراف والتنفيذ، وتدعم بواسطة هيئة التعاون الدولي اليابانية الجايكا، وتدرس المدارس اليابانية المنهج المصري للتعليم الجديد وأنشطة التوكاتسو، وذلك لصفوف رياض الأطفال والأول وحتى الرابع الابتدائي. وتعتمد المدارس المصرية اليابانية على التطبيق العملي للمواد النظرية في بيئة تفاعلية، وتسعى إلى إدراك المهارات الحياتية المهمة مثل التواصل والمشاركة مع الآخرين، وخوض العديد من التحديات الرياضية والعلمية بين الطلاب، وتتميز بقلة كثافة الطلاب في الفصل الواحد، وتوجيه الطلاب إلى عدة أساليب تعليمية وليس أسلوب واحد، بالإضافة إلى تنمية المهارات الفنية لدى الطلاب كالرسم والموسيقى، وتطبيق نظرية التعلم من خلال اللعب المعروفة باسم جامو فيكشن. إما المصروفات الدراسية بالمدارس المصرية اليابانية كالآتي: 13700 جنيه مصروفات دراسية، 1300 جنيه للزي المدرسي، و600 جنيه مصاريف إدارية. تعددت شروط القبول في المدارس المصرية اليابانية كالتالي: الالتزام بعنوان المحل السكني الذي تقدم به ولي أمر الطالب، حصول كل من ولي أمر الطالب على الجنسية المصرية، تسجيل بيانات الطالب مرة واحدة فقط من خلال الموقع الإلكتروني للمدارس المصرية اليابانية فقط. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمين من قناتكم وصفحتكم مصري ميديا IEB على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.